علاقتها هي التعليم العالي. أن قررت وزارة التعليم العالي في إطار تحضير الدخول الجامعي المقبل تمديد ساعات التدريس إضافة إلى تدريس يوم السبت. التفاصيل مع نادية زيد. تعميم الدراسة بالمؤسسات الجامعية كل يوم سبت وتمديد ساعات التدريس إلى 6 مساء هو ما جاءت به تعليمة أصدرتها وزارة التعليم العالي لتنظيم الدخول الجامعي المقبل. الطالب على سبيل المثال لما يكون يتلقى الدروس في ظرف 5 أيام ماهوش كما يتلقاها في 6 أيام، لأنه راح ينقص الضغط من جهة وينقص يعني ما يسمى بالحشو، ربما المادة العلمية لما تتلقى بين 5 أيام وست أيام ماشي كيف، بحيث يوفروا ظروف المثلى للطالب. الطالب لما يكون يخلص على السادسة أكيد النقل راح يكون متوفر. على كل حال هذا شيء أساسي. وتأتي هذه التدابير التي اتخذتها الوصاية حسب البعض لتخفيف الضغط على الجامعات في ظل الاكتظاظ الذي ستعرفه خلال الموسم الجديد، حيث ستستقبل أزيد من 1,700,000 طالب. معناها الجامعة اللي تقدر ما تلجأش إلى يوم السبت ما تلجأش إلى يوم السبت. الجامعة اللي عندها عجز بيداغوجي هنايا هي ملزمة، لأنه حنايا لازم نعطيه إنتاج بيداغوجي ومقعد بيداغوجي للطالب، نظرا للعدد كبير الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا وارتفاع عدد الطلبة إلى أكثر من 100,000 طالب. هذا خلق عجز كبير في المقاعد البيداغوجية. ممكن هذا هو الأمر اللي يجعل الوزارة تؤكد على الجامعات اللي ما عندهاش القدرات البيداغوجية أو المقاعد البيداغوجية الكافية أنها تستغل يوم السبت. هي إجراءات اتخذتها الوصاية من أجل ضمان سنة جامعية هادئة وتفادي سياسة حشو الدروس للطلبة في الجامعات.